لا ده شيء غير مقبول. يعني احنا يعني اللي انا حاسه واللي مصر كلها حسيته النهارده اكتر كتير من الازعاج يا سامر. يعني لا ده شيء غير مقبول اطلاقا. وانا كنت احب ان شيرين كفنانه كبيره تبقى عارفه قيمه البلد اللي هي طالعه منها. صحيح. عارفه قيمه النيل اللي كلنا شربنا منه من الاف السنين. عارفه قيمه الشعب المصري. انا ببقى فخور وانا رايح في اي مكان وانا واقف بيقول المطرب المصري هاني شاكر.